طب قوليلي، انا هقولك وانتي تقوليلي اول انه واحده فيها ايه. تمام، فوق هنا في ايه؟ أنا دوم لي دي دي اي ال اي دي اي مفيش ار واحدة كده، تي مفيش واحدة اسمها اس اي اي دي دي أول واحدة في كلمة الزرقاء. بورت سعيد. بورت سعيد. بورت سعيد، بورت سعيد تمام. وتاني واحدة دي ايه؟ تاني ها، واحد تاني واحد انت متأكدة؟ أيوة تاني واحدة في كلمة الألف. طب ما تقريها كده. ألكسندريا ألكسندريا ألكساندريا، برافو. ودي تالت واحدة ايه؟ دمياط دمياط دمياط. بس أنا أعتقد إن دمياط هنا وألكساندريا هنا، مش متأكدة. ولا تحت هنا دي ايه؟ و H U R G H A D A قال ازاي بقى؟ How good How مش عارفة تجيبي هير جادا، هرجادة هير جادا. هرجادة تمام، هذا ماشي. شيء غريب غريب أوي. الغرداء، وبعدين تحتيها ايه؟ ألكسندرا ألكسندرا لا، أمو تحت الغردقة ايه اللي بعديها بقى؟ اللي هي دي ال U X O N O تتلات ازاي؟ لك أليكس لا، أليكس لوك، لوكسور لوكسور. ايوه، اللي بعديها أسوان اسوان. أسوان اوكي، ماشي. تاني بقى عندنا، انا لقيت كتاب الاكتيفيتيز بتاع ايه، بتاع الكتاب بتاعك ده، فاحنا ممكن نبدأ نحل فيه. ايه رأيك؟ ماشي يلا ماشي هجيب اهو ماشي. ده مش ده انا صغير فتحاه، انا فتحاه، ده شوفي هو ده ولا صغير لا. ده صغير ماشي معاكي الصغير ده ولا لا؟ لا ظبط اللي عندي ماشي خلاص، هنحل ده. ده الكتاب يلبس الشوق ايه، لابس لابس ده ما انا عارفه ان ده مش ده، انا بقولك هنحل اللي انا عاملاه ده. ماشي ماشي، خلينا نحل من الأول خالص، أقلك على الأنيمالز والزو وكده. أوكي، ماشي أنا أديكي حبيت دقيقة الكلام ده تحلي أول صفحة. أنا إيه، معاك الكتاب ده معاك الكتاب ده ما أنا هفتحلك الصورة أهي، ما أنا فاتحالك الصورة. أنا مش عارفة أحلها ليه يا حبيبتي؟ دي ده الدروس اللي احنا واخدينها. أنا معايا قلم ايه، معايا قلم هجيب لون ماشي بس معاكي، معاكي قلم هتكتبي مثلا. قلم بتاعي من غير بص يا حبيبتي، انت هتقري الاسئله دي او مش كلها؟ تعالي نقرا دي اهي، هديكي دقيقه هتحليها وبعدين اللي حلها سوا. دي الاسئله اللي احنا عملناها سوا. بس انا مش عارفه احلها ازاي
مش عارفة تحليها ازاي. ليه احنا هنا عليه مش محتاجة احليها على الكراسة، اكتبي اجابة في الكراسة، اكتبي نمبر 1 كذا، نمبر 2 كذا، حلي دي اهي، دي سهلة اهي. يعني دي نمبر 1، هو عامل لك هنا ارنب، هتكتبي رابت، تشوفي كام سكوير موجود وتكتبي على قده الإجابة. يلا ماشي. تمام، 5 دقايق وهرجع لك تكوني حلتيهم. أكتب رابط. رابت، ايوه اكتبيها 1 رابت، وبعدين حلي 2 و 3 وكده. رابط. يس راحت دي او ام خلصت هم 4 كلمات. لا مش 4، دول 7 اهو، 1 2 3 4 5 6 7. جبت الأربعة منين؟ رابط ممكن فور نو اوكي قولي لي بقى ال questions او ال answer لايقة الحروف بتاعتها مع ال boxes. أول حاجة رابط وبعد كده هن مش spell، قولي لي spelling بتاع كل واحدة. رابط R A B B R T رابط مش N H R N donkey D O N K E اوكي، horse H O R S E اوكي ها C O W L fish F اوكي Y S H good G O O G A G O A T اوكي ما شفت كله
ماشي، تعالي بقى واحد ندخل نشوف ايه في أسئلة تانية ولا ايه. كده 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 في أسئلة تانية. انت كده حلتيهم صح اهو، احنا بنتدرب على الفاز كلنا، تعالي بقى نحل دي بسرعة. ماشي. يلا حليهم، انت هتحلي سؤال في كل درس حليناه علشان تفتكري اللي احنا عملناه، كلها حاجات سهلة وانت حافظاها صح؟ يلا let's go. أول حاجة، مس نعم، ورقم 3 دي ايه؟ يس تعالي. العرب مش رقم باين. 3 دي جيب دي لأ زبدة. ده مش ما اخدت في الزبدة في الكتاب أيوة التاني. بقى، هي بقى بقى ايه بقى؟ بيوت تي تي بيوت تي تي اي ار جي بس. لأ لأ BUTTER، اقريها بقى واكتبيها. باتر. بطل بي يو بي يو من اوكي تعالي نشوف الأسئلة اللي بعد كده. لا لا، دي فاكرة السنجل والبلورال؟ السنجل انت عارفة يعني ايه، فاكره اللي هو الحاجة الواحدة بتاخد من غير اس والحاجات الكتيرة بتاخد بأس. أنا سنجل. يلا يلا، السؤال ده كده بتشوفي هنا بيقول لك حاجة واحدة، يعني هنا مثلا we get milk and meat from ايه، cows ولا chickens؟ أنا فهمت خلاص. يلا اتكلي على الله.
خلاص هون لسه ايش أوكي اوكي ندخل على اللي بعد. ليش استنى؟ لا 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 اوكي اهي دي اللي احنا عمالين بنتدرب عليها بقى لنا مدة. دي ها ايه؟ اهي الوذر ايه؟ مش عارفة اهي كل حاجة غير بعض دي سهلة اللي هي الويندي والكلاودي وكده. مش هنقول معايا خلاص ايه خلوهم معايا انتي حليهم لوحدك الاول. انا لما انا حلهم معاكي انا كده استفدت ايه؟ ما انا عايزه اعرف انتي هتحليهم صح ولا لا. ان بعد كده احنا لسه ما خدناهوش، يعني احنا خدنا لحد هنا، هي دي اخر اسئله. يلا حلي، ممكن تسأليني الصورة دي بتقول ايه وانا اقولك، انما اكتر من كده مش هقولك. أنا مش فاهمة عارفة انت قريت سؤال؟ بصي بصي مكتوب فوق ايه، بيقولك it's cold and cloudy in Alexandria today، عشان الصورة فيها clouds but it isn't، والصورة هنا فيها wind windy. In Cairo it's warm and هنا الصورة دي ايه؟ sun. فتكتبي ايه؟ warm and، او الصورة دي لأ اللي هي عرقان كده، humid today and it's very humid، warm and sunny and it's very humid. ماشي خلصتي مش خلصتي؟ تلحقتي؟ خلصتي بقية الأسئلة؟ ما بقية الأسئلة بتقولك كده، يعني بس الصورة اللي أصلا بعدها دي بتقولك اللي هي برق ورعد، واللي بعديها دي جفاف، إيه؟ لا اللي بعديها دي مطرة، وبعد كده اللي بعديها دي شمس تاني، وبعد كده جفاف، وبعد كده حر، وبعد كده تلج. يلا
ها الصورة بتقول ايه؟ أنا بقى من بحل أهو. في بس إتش بتقول ايه؟ كانت ويندي ولا ساني ولا انت بتقولي حاجة؟ بس حاجة بس هذه كده بتسألين أنا ولا بتسألي نفسك ولا إيه؟ ماشي ماشي. أنا كنت آخر حاجة خلصت آخر حاجة خلاص خلاص طب قولي لي كده انت كتبتي ايه في كل واحدة. نمبر 2 كتبت نمبر 2 رن ريني. لا لا نمبر 2 دي انا قايله لك عليها. أنا ما سمعت كيف لا انت كنت بتكتبي ورايا. نمبر 2 لما قلت لك ورم، ورم بيجي معاها هات وهيوميد. ماشي أنا صحيت بتقولي يومين شفتي؟ بط بط وبعد كده وقلت لك على دي برضو. قلت لي على دي هي بقى يا رجدو ال I G H T F I N G انا مش عايزه سبيلنج الكلمه، انا عايزه الكلمه كلها. أنا مش عارفة أنا رب مش عارفه ليه. ايه احنا الكلمات دي بنتملاها بقالنا 3 حصص، ليه مش عارفاها؟ انت لما بتحفظيها بتحفظيها بايه؟ بتحفظيها كتابه، ولازم علشان تحفظيها كتابه بتحفظيها كلام، يعني انت محفظاها كتابه. طب لما بتيجي تقريها برضو بتقريها غلط، كده مش حفظ. انت كده ما فهمتيش الكلمة وكده مش عارفة الكلمة. اقري لي الكلمة يلا. لا غلط. اسمها ثاندر. ايه اللي انت بتقريه ده؟ THUNDER. انت كاتبه صح؟ لا لا أنا كنت بقول على الكلمة التانية من ساعتها هي ال I G H T N ماشي. I ما ده انت لو ركزتي على السؤال اصلا هتلاقيها مكتوبة، فانت هتكتبيها تاني ليه؟ يبقى انت كده
ما ركزتيش في السؤال صح ولا غلط؟ صح. يبقى نركز في السؤال تاني ونحله تاني. يلا انا مش شفتكيش اصلا، بصيتي على السؤال. طب اتفضلي بدل ما تفيلي اتفضلي قولي لي اجابات بقى، اما اشوف لو صح ولا غلط. نمبر 4 نمبر 4 هتبقى لون تقريبا كده. مطرة. مطرة يعني ثاني ايه؟ ثاني ثاني اتفضلي بيها اكتبيه. هو انت كاتبة راني؟ ايوه كنت كتبتها بس كنت بحاول اقرا. لا انت قلتي لي سنوي. بعد كده هوني بس يو ان ان واو بالظبط. راح وبعد كده هنا اللي هي الجفاف. رفعت اللي هي هاو هاو دي لا انا قلت على حسنا أولها دي ما بتتقالش draw drawing d r o row dot 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 دروت دراوت. جابت وبعد كده بعد كده هتبقى فوجي بعد كده هتبقى فوجي اللي تحتيها دي تلج. دي فوجي لوني فوجي دي ماشي فوجي، بقى. دي مش فوجي، ما دي تلج طالب مات مثلجة. مش لاقى وبعد كده تلج فوق الجبل. ماشي ما عاوزين ما بقينا نعمل ايه بس بعد كده طيبة الكلمات دي برضو هتتملي فيها التاني، وتحفظيهم بالنطق ايه ايه. ماشي استني تقولي ايه؟ كده استني هنفتح درس جديد.
بصي استنى دلوقتي، عندنا transportation، نجيب الصفحة عندنا ايه؟ انا جايباها اهي، transportation. transportation، قولي ماشي ورايا transportation، transportation. اكتبي في اول الصفحة عندك كده transportation. أول الصفحة الكراسة. أيوة الإطار. نكبرها شوية اسمع لو سمحت. لو سمحت، كبرها شوية. كده هنكتب تحتيه بقى الحاجات دي، أول واحدة عندنا station، ماشي؟ الستيشن دي يعني المحطة. تعرف تكتبي عربي؟ متعرفيش تكتبي عربي؟ station يعني محطة، تمام؟ عندك اي لو بتعرفي تكتبي، لو بتعرفي، ايوه لو بتعرفي تكتبي عربي اكتبيها عشان تفهمي. اول حاجه عندك ستيشن، الستيشن دي يعني محطه، فممكن المحطه دي المحطة ممكن يبقى فيها ايه؟ يعني في انواع المحطات ايه؟ عندنا number one train، محطة يعني مثلا محطة تتبيش، محطة عربية، محطة بالظبط. عندنا أول حاجة train station اللي هي محطة القطرة، عندنا gas station، gas station اللي احنا البنزينة يعني، gas station. ماشي اكتبها. هتكتبي كل اللي انا بكتبه ده. عندنا train station، gas station، مش انت قلت لي ان انا اكتب دول الباص؟ هما الصور. ايه؟ مش انت قلت لي اكتب اللي هما الصور؟ ما هم الصور، انا بشرح لك يا آية، اكتبي ورايا وخلاص انا ماشي بشرح لك، تمام؟ عندنا ماشي. الستيشن المحطة دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها الجاز ستيشن والترين ستيشن وممكن مترو ستيشن. ماشي أنا بقى أكتب جي اتش جي اي اس تي
كده بتاخد كلمات قدام أكتر. اوكي، بعد كده عندنا الجزء الثاني. استني أيوة إيه؟ طب إيه؟ استني هقولك. بعد كده عندنا بقى الايربورت، دي حاجة تانية غير الستيشن، دي اسمه ايربورت. بس يعني ايه؟ يعني المطار. ايوه انا وعندنا غير الايربورت، او خلينا حاجة حاجة، يعني كل حاجة نعملها. ماشي. وبعد كده عندنا بقى اللي في البحر اسمه بورت، بس بورت يعني مينا. مش عارفة ايربورت يعني، أعرف ايربورت يعني مطار، بورت يعني مينا مش بتاعت السفن. تمام. دلوقتي بقى عندنا ايه؟ كل واحدة دول اللي هي الستيشن والايربورت والبورت، كل واحدة منهم بيقف فيها حاجة معينة. يعني مثلا عندك الستيشن بيقف فيها الترين والمترو والعربيات، اللي هي بالنسبة للغاز ستيشن بيقف فيها العربيات، علشان ايه؟ عربيات والشاحنات وكل حاجة، عشان ايه؟ يمول. الايربورت بيقف فيها الايربلين، هم الطيارات هي الطيارات. والبورت بيقف فيها البوتس والفاريز، بوت اللي هي مركب وفاري يعني معدية. ماشي اوكي، ماشي يعني احنا كده عرفنا ان كل واحدة فيهم بيبقى ليها حاجات معينة وحاجات معينة اللي بتقف فيها، صح ولا غلط؟ طيب ايه اللي بيقف في الايربورت؟ ايربورت فيها الأتوبيسات والحاجات دي. المطار بيقف فيه الاتوبيسات. لا المطار بيقف فيها طيارات. تاني، الايربورت المطار بيقف فيه ايه؟ الطيارات الطيارات. طيارة يعني ايه؟ ما اعرفش انا كمان، على كأني لسه قايلاها. بصي ايه، انتي ما ركزتيش معايا كويس في الحصة، مش هيحصل كويس. ركزي، لان انا ما بقاش لسه قايله الكلمة وانتي تيجي بعدها على طول تقولي انا ما اعرفش يعني ايه، او ان انا كل لسه اريالك الكلمه
وانتي ما تعرفيش تقريها برضو. نركز شوية ونفوق كده. مش سامعاكي تمام ولا ايه؟ تمام. هقول تاني والاخر مرة وبعدين اسألك وتقولي لي. قلنا الستيشن فيه ماشي. 3 انواع من الستيشن: الباص ستيشن بتاعت الباصز، بتاعت الباصز الاوتوبيسات، والترين ستيشن بتاعت القطورة، الجاز ستيشن بتاعت البنزينة، والمترو ستيشن بتاعت المترو، هو اسمه مترو تمام. بعد كده عندك الايربورت، الايربورت ده بيقف فيه الايربلين بس، الطيارة. أربط أربط وبعد كده عندك البورت اللي هي الميناء، بيقف فيها البوت، المركب، والفاري أربط المعدية. أربط اللي بيقف في الستيشن، او عندنا كام نوع من الستيشنز؟ فور 4 اللي هما ستيشن باص ستيشن 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 بروت ستيشن بروت ستيشن كارد ستيشن جوت اند فرو اي كلام انت بتقوليه ده، اي كلام اللي انت بتقوليه ده، اي كلام. انت حتى مش بتقريها صح. الحاجات دي هتتحفظ المرة الجاية تمام. ولقيتك يا آية مش حافظاهم بالنطق وبالقراية، انا هاخد منك موقف وهكلم ماما، عشان انتي شاطرة بس انتي مش عايزة تركزي. تمام، ده يتحفظ بالسبيلينج، بالبرونونسيشن، بالنطق وبالكتابة وبالقراية. تمام تمام ولا لأ؟ تمام بس احنا كده خلصنا للنهاردة، احفظيهم ليوم السبت. تمام، تمام يلا باي باي.